ما بك يا ابن الحاكم؟ أراجع ما فعلت معك، لابد وأني أخطأت في شيء، وإلا لما فكرت بترك صحبتي. ومن قال إني سأترك صحبتي؟ ألم تقل للتو إنك تريد الانتقال لدار أخرى؟ وهل تغادر المحبة الأفئدة عندما تغادر الأماكن؟ القلوب هي ما تجمعنا وليست الجدران. فهمني، دارك ملأى بالسياسيين ومريد الحكم، وكله جدال لا نفع فيه، وأنت تعلم أني لم آتي إلى مصر من أجل هذا. ابق في دارك يا شافعي، ولن يقترب منك أحدهم أبدا. لن يقترب مني أحدهم يا رجل؟ بقائي في دارك صامتا يفسر على أنه انحياز لهذا أو ذاك. نعم، أنا أفهم السياسة والسياسيين، صمتي عندهم له ثمن. لا أريد أن يطولك أي أذى بسبب موقف أتخذه. ألا تريدني مرتاح البال والنفس؟ والله لأعمل ما يريح نفسك، حتى وإن أصابني ذلك بالضيق والغم.